كيلو 447 جرام. ودي وردت لينا من وزاره البترول والثروه المعدنيه، كانت مجدية من وزير بترول سامح فهمي للرئيس السابق في سنه 2009، وتم ايداعها بقرار من النيابه للتحفظ عليها وافرجت عنها النيابه من شهر. طب هي ليه مداعى داخل الخزينه ومش معروضه في فترينات المتحف؟ لان السبيكه دي محتاجه فترينه ذات تامين عالي، فالعدم توفر وقت احنا ادعناها الخزنه لحد ما نقدر ندبر فترينه نقدر نامن فيها السبيكه داخل الاوضه. طب حضرتك هتدينا توصيف كامل للاشياء الذهبيه اللي في داخل الخزينه ايضا الى جانب السبيكه. نبتدي بالخنجر. ده خنجر مصنوع من معدن مغلف برفاق من الذهب، مهدى من سلطنة عمان للرئيس السابق في 2008، وزنه 322 جرام من الذهب. فين بيانات كاملة وتوصيف كامل للمصحف الكريم ده؟ دخل امتى وتاريخه ازاي وكده؟ المصحف ده مصحف شريف اهدي الرئيس السابق اثناء زيارته للعريش في محافظة شمال سيناء سنة 1998، وهو عبارة عن مصحف شريف مغلف غلافه برقائق من الذهب وزنه 790 جرام.